يقول زوجتي مش عايزة، لا تريد، أحسن مش عايزة، لا تريد أن تذهب عند أمي لزيارتها مع أني براضيها، والمشكلة واقفة على الطلاق لعدم مروحية وهي عنيدة. لا تجبرها على ذلك، لا تجبرها على ذلك، بالحسنى والتفاهم، ولا تكن أحمقا تطلقها من أجل أنها لا تريد أن تزور أمك، ممكن زيارة والد مفسدة أعظم، فاتركها إلى أن تهدأ ويهدأ بالها، ولا يدخلن الشيطان بينكما.